ورحمة الله وبركاته. معكم مهندس أحمد الشرويني في فيديو جديد اللي بنتكلم فيه عن الستورج فاير بروتكشن. اتكلمنا قبل كده عشان نصمم مخزن محتاجين نعرف نجاوب على بعض الأسئلة. كان أول حاجة عايزين نتكلم عنها هي الكوموديتي كلاسيفيكيشن، واتكلمنا عنها بالتفصيل في المحاضرة الأولى. يعني ايه بالظبط اللي متخزن جوه المستودع، كمان متخزن ازاي اللي هو الستورج ارنجمنت، اتكلمنا عنه في المحاضرة التانية. النهاردة في المحاضرة التالتة هنتكلم شوية عن الهايت والكليرانس بتاع الحاجات اللي متخزنة جوه المستودع، يعني ارتفاع التخزين كام، من الارض كام، بالنسبة للرشاش كام، بالنسبة لسقف المستودع كام، ده اللي محتاجين نعرفه. لو قدرنا نعرف التلات حاجات دول بالتفصيل نقدر نعمل ديفلوب لبروتكشن سكيما، يعني نقدر نعمل سبرينكلر سيستم. كلامنا المرة اللي في الاول محاضرة عن السبع كلاسات بتوع المستودعات بالتفصيل في اول فيديو، واتكلمنا كذلك في تاني فيديو عن الستورج ارنجمنت، الحاجات دي متخزنة ازاي، وعرفنا واحد من اهم البارامترز اللي هو اللونجيتيودنال فلو سبيس، قلنا دي المسافات اللي ما بين التخزين اللي بيتحرك منها الغازات السخنة عشان تشغل الرشاشات، واللي بيتحرك منها المية عشان تنزل تحاصر الحريق. اتكلمنا عن طرق التخزين السوليد بايل والباليتايزد والبين بوكس والراك والشيلف ستورج، كل ده كان في المحاضرة التانية. وقلنا ان في حاجة اسمها الديزاين شيت، انا محتاج املى البيانات بتاعته قبل ما ادخل الكود. الديزاين شيت اللي هو هيحتوي على كل البيانات المستودعة بالتفصيل، ده نصه هو اللي قدامنا. الديزاين شيت مهم بحيث لو حد سألني صممت على اي اساس اقدر ارد عليه جريمة، مثلا مهندس شركة التأمين سألني صممت ازاي، الاجابة في كل بساطة في الديزاين شيت. الديزاين شيت بكل بساطة هيتلاقي قدامنا الكلاسات، هختار المستودع بتاع انه كلاس مثلا اتنين، وبعدين هنلاقي قدامنا التأثير بتاع الباليت، هل هو ود باليت ولا انري انفورس ولا ري انفورس، واتيفر هنختار اللي احنا عارفينه. وبعدين بنختار طريقة التخزين زي ما احنا شايفين، الراك ولا شيلف ستورج ولا باك تو باك سيلف ستورج، شرحنا كل التفاصيل ديت في المره اللي فاتت. لو مثلا اخترناها انها من ضمن الراكات، هتبص تلاقي الراكات بيقول لك سنجل رو ولا دبل رو ولا مالتي رو، وشرحناها برضو قبل كده، هنختار اللي احنا شايفينه مناسب. الشيلف اللي هو الرف نفسه، شرحنا برضو ان الرف نفسه بيفرق في الاوبن شيلف وفي السلاتد شيلفز وفي السوليد شيلفز، شرحناهم كلهم المره اللي فاتت. قلنا ان في حاله خاصه اسمها سوليد شيلفنج لما بيكونش فيه فلوس بيس او بتكون صغيره ما بين التخزين. ده كده اول نص من الديزاين شيت نقدر نجاوب عليه كله بالكامل وفاهمين ايه اللي فيه. النص التاني من الديزاين شيت هنلاقي بيتكلم عن الهايت، الارتفاع بتاع السقف كام، الارتفاع بتاع التخزين نفسه كام من الارض كام، المسافه ما بين التخزين والرشاش كام، المسافه ما بين التخزين والسقف نفسه كام. كل دي مسافات مهمه ولازم ندرسها بالتفصيل. هنلاقي حاجة اسمها الستورج ارنجمنت اللي بنكتبها بايدينا، مثلا ان هو راك ستورج، وان الايل ويتس قلنا الممر اللي ما بين الراكات كام، بنكتب ان الايل ويتس قد كده، بنكتب ان الفلوس بيس، بنكتب هنا بنملى البيانات بايدينا. الجزء الباقي هنشرحه في محاضرتين منفصلتين، حاجة اسمها الميسيلينيوس ستورج وحاجة اسمها الكونسيدريشن. الكونسيدريشن مثلا هل في تهوية في المستودع هتأثر ازاي على عمل الرشاشات، الدرافت كارتن دي برضو الهاي فوليوم لو سبيد، كل الكلام ده هنشوفه في محاضرات قادمة، لكن اللي هنشرحه النهاردة هو السيلينج هاي. في الكود عرف السيلينج هاي، السيلينج نفسه بتلات تعريفات. في حاجة اسمها الفلات سيلينج، الفلات سيلينج اللي هو بيقول لك كونتينيوس سيلينج ان سنجل لاير، يعني بكل بساطة سقف عبارة زي سقف الخرسانة اللي في بيوتنا كده، الفلات سيلينج ده كده اسمه فلات سيلينج. طيب الهوريزونتال سيلينج ده سيلينج بميل، بس الميل بتاعه ما يعديش 2 من 12، هنعرف يعني ايه دلوقتي 2 من 12، او اللي هو 16.7% بالطريقة اللي احنا شغالين بيها في المنطقة العربية بتاعتنا. يبقى الهوريزونتال سيلينج هو سقف ليه ميول، بس الميول بتاعه ما يعديش 16.7%. خد بالك ان الهوريزونتال سيلينج سقف ليه ميول في الكود، اما السلوب سيلينج هو الميل بتاعه بيعدي 2 من 12. لما تيجي تبص في الكود هتلاقيه بيقول لك ان كل التجارب المعموله في الكود معموله على اساس انه فلات سيل او هوريزونتال سيلينج. هتلاقي نفسك بتسال طب فين الاسقف المايله بتاع المستودعات، هي بالفعل الهوريزونتال سيلينج الكود يقصد بيه الاسقف المايله بتاعه المستودعات، بس بشرط ان المايل ما يعديش 16.7. ما ننساش ان الكود دوت مبني لامريكا مخصوص، معمول في امريكا، وبالتالي هما بيقيسوا
الميل بتاع المستودع بطريقة معينة خاصة بيهم. يعني ايه؟ يعني هو بيقول لك ان مثلا لكل 12 انش هتمشيهم ارتفع 2، دي الطريقة اللي هو بيقيس بيها. فهو عندهم التعريف بتاعهم ان من 0 ل 12 ده الفلات، يعني مش هرتفع خالص. طيب من 2 ل 12 ما زلت ضمن حاجة اسمها الفلات سيلينج. يعني هم بالنسبة لهم في امريكا بيعتبروا ان الميول البسيط دوت مش مؤثر في اي عوامل تصميمية، وكذلك الكود اعتبره كذلك. وعشان بس الكود يفرق ما بين الحالة دي والحالة دي، فخد الحالة الفلات سماها فلات، وخل الحالة دي سماها الهوريزونتال سيلينج. طيب لما نبدأ نشوف تعريف السيلينج هقيسه منين، هل هقيسه من فوق، هل هقيسه من الجنب، من اي شيء، لقينا ان الكود في البند 20.6.1 بيقول لنا معلومة مهمة جدا. بيقول لنا معلومة ان كل التصميمات بتاعة كود المستودعات من 20 ل 25 مبنية على اساس ان السلوب ما يعديش 16.7%، الا لو ذكر اي تعديل بخصوص كده في الكود. دي معلومة مهمة. طيب هل ذكر اي تعديل بخصوص كده في الهاند بوك؟ ورقة الصفحة دي من الهاند بوك بيقول ايه في الهاند بوك؟ بيسأل سؤال بيقول هنعمل ايه لو السلوب عدى greater than 16.7؟ الإجابة بكل بساطة outside of the scope من شابتر 20 ل 25. يعني أكواد المستودعات ما بتتعاملش مع أي ميول للسقف أكبر من 16.7. حساب الميول للسقف بسيط خالص. أنت بالنسبة لك بتاخد دي كده الهوريزونتال كده لحد النص هنا. الكود قال لك إن الكل 12 إنش هتمشيهم مسموح لك تطلع 2. تمام. الحساب بتاع الميل اظن الموضوع بسيط جدا، ويقدر اي حد يعرف الميل الاقصى ويحسب الميل المستودع اللي هو شغال فيه، وهل مناسب ان احنا نركب فيه رشاشات ولا لا. لو الميل عدى الرشاشات مش هيقوم بها فايده تذكر، وهنعرف ليه بالتفصيل دلوقتي. بس عشان نقدر نعرف ليه لازم ندرس المثال الاسهل الاول اللي هو فلات سينج. خلونا ندرس حاله زي دي، والكلام ده والتفاصيل دي كلها انا جايبها من الهاند بوك 2019 لكود 13. هنا الكود عامل تجربه وبيقول لك ان انا عندي ماده مولعه جوه مستودع، هيجرب على كي فاكتور للرشاش بي 16 و8 5 و6 وبعدين 8، يبقى ده الكي فاكتور اللي هو هيستعمله. الحريقه مطلعه درجه حراره 538 سيليزيوس. لما يحصل حريق بتلاقي ان المنطقة القريبة من السقف، يعني لو افترضنا ان هنا كده السقف موجود، المكان القريب من السقف الحتة دي كده بيكون اسمها الهوت لاير، يبقى دي كده الهوت لاير، دي كده المنطقة السخنة. عشان كده دايما بنقول ان الرشاشات بتكون في مدى معين من السقف، ده الهوت لاير. الدخان بيبدأ ينتشر مع الحريقة مع شكل السقف، بيبدأ ينتشر في الهوت لاير بالشكل اللي احنا شايفينه بالشكل ده كده. لما يبدا الدخان ينتشر هيبدا يشغل الرشاشات القريبه زي ما احنا شايفين، وتبدا الميه تنزل فوق الحريقه وحوالين الحريقه تقوم تحاصر الحريقه. لكن هنا عندنا كذا حاجه. لو انا استعملت اوردينري تمبريتشر سبرينكلر، يعني درجه الحراره اللي هيفتح عندها الرشاش هتكون في حدود 68 اللي هو الرشاش الاحمر اللي احنا بنركبه في اي تطبيقات لما بنشوفه دوت، هيكون عندي مشكله ان الرشاشات اللي خارج نطاق الحريق هتبدا تفتح هي كمان. طب ليه هتبدأ تفتح هي كمان؟ تعال نشوف الكود بيقول ايه في التجربة. الكود بيشرح لك ظروف التجربة، بيقول ان درجة الحرارة طالعة قد كده، لما الرشاشات هتبدأ تفتح واستعمل ورشاشات 5 و6 أو 8 وجرب بيهم، لقى ان درجة حرارة الهوت لاير هتنخفض لكام؟ من 71 سيليزيوس لحد 138 سيليزيوس. بعد ما الرشاشات فتحت قدرت تبرد الهوت لاير، بعد ما الرشاشات فتحت قدرت تبرد الهوت لاير بتاعتنا ديت لكام؟ ل 70 ل 138. طب لو انا مستعمل رشاشات درجه حرارتها 68 ايه اللي هيحصل؟ الرشاشات الباقيه بكل بساطه هتبدا تفتح، الرشاش ده هيبدا يفتح. شوف هو كاتب هنا سبرينكلر وول اوبن اف اوردينري تمبريتشر بات نوت اف هاي تمبريتشر. هاي تمبريتشر يعني معدي ال 121 120 درجه تقريبا. يعني لو هنستعمل رشاشات درجة حرارتها عالية خلاص مش هتظهر معايا الأزمة ديت، إن في رشاشات هتبدأ تفتح بره منطقة الحريق. طيب لو في رشاشات فتحت بره منطقة الحريق إيه المشكلة؟ المشكلة بكل بساطة إن كثافة الرش اللي أنا كنت فارضها في المكان بتاع الحريق اللي هو المكان ده قلت، لأن في مية بتترش في أماكن أنا مش محتاجها.
عايزك تاخد بالك ان الرشاش الاورديناري والرشاش الهاي تمبريتشر الاتنين بيطلعوا نفس الفلو. يعني لو ده بيطلع 50 GPM هيفضل يطلع 50 GPM، سواء هو بيشتغل عند 68 درجة او بيشتغل عند 140 درجة، مش هتفرق معاه في حاجة، هو نفس الرشاش بالظبط، بس الفرق هيفتح عند درجة حرارة كام. وعشان كده هيقلل لي الكثافة هنا، هو بيطلع نفس الكمية، فبدأ يفتح بره منطقة الحريق هيطلع هيقل لي الكثافة هنا، ده هيعمل لي أول مشكلة. طيب المشكلة دي ممكن تتحل ازاي؟ الكود جرب بتجربة تانية، وهو عمل ايه؟ استعمل كي فاكتور أعلى شوية، 11.2، عند 11.2 بدأت المشكلة ديت ما تظهرش، عند 11.2 قدرت الرشاشات تقلل درجة حرارة الهوت لير اللي هي المنطقة المحيطة هنا كده من السقف، الحتة دي الهوت مال هوت لير، قدرت تقلل الهوت لير ل 66 درجة مئوية. وعشان كده كتب لك بكل بساطة سبرينكلر والنوت اوبن. مش هتظهر معانا المشكلة ديت لو الكي فاكتور من اول 11.2. ما ننساش ان الدخان بيتحرك مع شكل السقف وبياخد شكل الهوت لير، بيكون هو شكل السقف زي ما احنا شايفين بالتفصيل كده. طيب يبقى اذا درجة الحرارة اللي هيفتح عندها الرشاش ممكن تبوظ لي التصميم بتاعي بالكامل، اكون عامل حسابي على كثافة رش هتوصل لمكان معين، اتفاجئ ان الرشاشات فتحت في مكان ما فيهوش حريق، والمكان اللي فيه الحريق كمية الماء اللي راح له قلت تماما. عشان كده لو بصيت في الكود على الكيرفين دولت كمثال، هتلاقي بيتكلم الفرق ما بين الاتنين بس في ان الكيرف ده ordinary temperature يعني الرشاشات الحمراء 68، والكيرف ده الهاي تمبريتشر ريتد سبرينكلر اللي هي المعديه ال 120 درجه. تعال نبص مثلا عند كلاس 4، هناخد كلاس 4 كحاله هندرسها، ادي اهو كلاس 4. شوف مع الرشات المنخفضه كان كثافه الرش كام، تقترب من 4.10 جالون بير مينت لكل فيت سكوير. اما عند الرشاش درجه حرارته عاليه كانت كثافه الرش 3.10. جه الفرق منين اذا كان الرشاشين هيطلعوا نفس الفلو؟ لان درجه الحراره ما بتفرقش مع الرشاش. اللي بيفرق مع الرشاش ايه؟ انتوا عارفين ان الكيو بتاع الرشاش بيساوي الكي كازر بي البريشر، يعني الفلو بتاع الرشاش هيختلف يا اما مع الكي يا اما مع البريشر، مش هيختلف مع درجه الحراره. الفكره نفسها ان الكود قال لك لان في رشاشات هتفتح خارج المنطقه وهتقلل الكثافه، فنعمل ايه؟ نقوم نزود الكثافه لو استعملنا رشاشات منخفضه الاوردينري. لو استعملنا رشاشات اوردينري ازود الكثافة عشان حتى لو رشاشات فتحت بره مكان الحريق اضمن ان 3.10 يكونوا واصلين برضو لمكان الحريق. يبقى احنا زودنا الكثافة عشان الرشاشات اللي هتفتح خارج نطاق الحريق ومش اكتر، تمام كده. وطبعا عشان نزود الكثافة هيكون عليها شروط في التصميم، هنشوف في التصميم هنعمل ايه، لان احنا قلنا الرشاش هيطلع نفس الايه، نفس الفلو. فعشان ازود الكثافه يا اما ازود البريشر وعندي حدود برضو لزياده البريشر، يا اما نقرب الرشاشات شويه من بعضها كمان. طيب ايه تاني عندنا عايزين نشوفه؟ لو بصينا على الكيرف ده وانا واخده من هاند بوك 20 بتاع الكود، هنلاقي برضو بيعمل دراسه لحاله زي كده. تعال نبص على الكيرف ايه والكيرف بي. الكيرف ايه والكيرف بي هما نفس الحاله، ما عدا انه الحاله الاولى استعمل رشاشات درجه حرارتها 141 اللي هي الهاي، والحاله الثانيه استعمل رشاشات درجتها 74 اللي هي موجوده ضمن مجال الاوردينري سبرينكلر. في الحاله الاولى لما كان بيستعمل رشاشات 141 سيليزيوس، بص كثافه التصميم كانت كام؟ عند 2000 فيت سكوير كمساحه. والحاله الثانيه لنفس الحاله بس تستعمل رشاش مختلف، ده الرشاش نفس الرشاش بس درجة الحرارة مختلفة. لما كانت درجة حرارة الرشاش عالية احتاجنا بس في حدود 32 من 100 جالون لكل في جي بي ام لكل فيت سكوير. الحالة التانية لما خفضنا درجة الحرارة اللي هيفتح عندها الرشاش احتاجنا كمية مية أعلى بكتير، احتاجنا في حدود 37 GPM لكل فيت سكوير. وبالتالي ده الكوريكشن اللي لازم تعمله لو هتبدأ تستعمل رشاشات منخفضة، يا إما تستعمل رشاش بكي فاكتور أعلى. ودي الحالة اللي هنلاقيها دايما في المستودعات، إن إحنا بنعلي الكي فاكتور، بنعلي الكي فاكتور وساعتها مفيش مانع إنك تستعمل رشاش 68. لو جيت تبص على الكلام ده في الكود مثلا كمثال، هتلاقي عندك الكود ده بيتكلم عن ال CMSA اللي هو الكنترول مديول سبيسيفيك أبلكيشن سبرينكلر، ده اسم رشاش من ضمن الرشاشات اللي بتستعمل في المخازن.
ليه ايه؟ ليه باليتايزد وسوليد بايلد ستورج، وشرحنا قبل كده يعني ايه الكلام ده. ليه كلاس من واحد لاربعة في حالة الباليتايزد، وكلاس من واحد لاتنين، والارتفاعات بتاعة التخزين هنشوفها مع بعض في المحاضرة الجاية هنكملها. هتلاقي بيقول لك ان الريكومند كي فاكتور كام؟ 11.2 مثلا لو ويت او دراي وهكذا، بيديك الريكومند كي فاكتور، وتلاحظ ان كل الريكومند كي فاكتور فوق ال 11.2 او 11.2، يعني مفيش خالص 8 في الجدول. انا بديك كمثال مش اكتر، في جداول كتير جدا وكي فاكتورز اعلى من كده كمان موجودة. وبيديك كمان النمبر اوف ديزاينز برينكر، تحسب كام رشاش ممكن يشتغلوا. ده كمثال لقينا ان الكي فاكتور في المخازن عالي، وعرفنا ليه السبب في الكي فاكتور في المخازن عالي، بس لسه ما عرفناش ليه الميول لما يزيد عن 16.7 ما بينفعش نركب رشاشات. الاجابه بكل بساطه في الكود، وانا نقلتها بالظبط علشان الموضوع ده ممكن يكون سبب في جدال كتير، فانا نقلت نص الكود. الكود قال لك ان كل اول تيستينج يوز تو ديفلوب ستورج بروتكشن ريكومند واز دان اندر فلات روف، يعني الكود عمل كل اختباراته اساسا على فلات روف، ما عملش اختبارات على حاجه مايله. بس لما حب يدرس تاثير تغيير الميل عمل ايه؟ عمل حاجه اسمها 1:6 سكيل، مش هيقدر يعمل الموضوع في مستودع ضخم، فصغر السكيل بتاع المستودع وبدا فيه يعمل يشوف تاثير فارينج سيلينج سلوب عشان يشوف ايه اللي هيحصل بالظبط. لقى ان بكل بساطه طول ما انت ما عدتش الميل اللي هو 16.7 الرشاش بتاعك ما فيش عندك اي مشكله فيه، تمام. لكن بمجرد ما تعدي اول ما السلوب وين وير ذا سلوب بيعدي المسافه دي، ايه اللي بيحصل؟ كلمه سكويت، بيقول لك الاوبريشن اريا اند سيكونس كان بي سكويت، يعني بيحصل فيها كلمه سكويت معناها انحراف، يعني النتائج هتطلع مش مظبوطه، مش هي المتوقعه، تمام. حتى الكود بيقول لك ايه كمان؟ unless fire occur directly under a row of sprinkler، الا في حاله ان الحريق حصل تحت صف واحد من الرشاشات، ودي حاله ما اظنش ان يعني نقدر نعتمد عليها في التصميم. بيقول لك كمان لدرجه ان السبرينكلرز نيرست تو ذا فاير مايت نوت اوبريت، الرشاشات القريبه من الحريق اساسا مش هترضى تشتغل، في احتمال كبير انها ما تشتغلش. ليه؟ بيقول لك ان الحراره الغازات الساخنة اللي هو الدخان هيبدا يتحرك مع ميول المستودع ويعمل كوليكت عند البيك اللي هو عند فين؟ عند اعلى مكان في المستودع. بيقول لك اند ريزلت ان ذا اوبريشن اوف اكسسيف نمبر اوف سبرينكلر، يعني هيحصل فتح العدد الرشاشات كبير جدا وهيكون بعيد اساسا عن منطقه الحريق، واللي هيحصل لوس اوف فاير كنترول، وعشان كده مش مسموح ان احنا نركب النظام ده عند الميل اكتر من 16.7. كمثال عشان نفهم الموضوع ده، لو افترضنا ان احنا عندنا فاير حصل في المكان ده، اللي هيحصل ان الغازات الساخنة هتبدأ تطلع لفوق. لو الميول اكبر من 16.7 الغازات الساخنة هتبدأ تمشي مع الميول بتاع السقف وتتجمع في المكان ده كده. طيب انا دلوقتي مثلا كان عندي هنا كده كان في رشاش، وهنا كان في رشاش، وهنا كان في رشاش، وهنا كمان، اللي هيبدأ يحصل ان الرشاشات الابعد هي اللي هتبدأ تفتح الاول. ليه؟ لان حركة الغازات الساخنة راحت لفوق، والغازات الساخنة بتتحرك عملت دوامات هنا اختلطت مع الهواء العادي بتاع المستودع اللي لسه مسخنش. فبص تلاقي ان الرشاش اللي فوق الحريق ما بيفتحش اساسا، وتروح الرشاشات اللي بعيد هي اللي بتفتح. هي دي المشكلة لو الميل زاد عند 16.7 في المستودعات، عشان كده مش هتطفي اي حريق. طيب ايه الحلول اللي ممكن نقترحها في حالة زي كده؟ يعني نعمل ايه في حالة زي كده؟ يعني اقترحوا عليا انتوا في الكومنتات، وفي الفيديو الجاي ان شاء الله قبل ما نشرح الارتفاعات نقدر نناقش الحلول اللي اقترحتوها كلها. والسلام.